لما التقى يعقوب عليه السلام بابنه يوسف بعد 40 سنة قال يوسف لأبيه: يا أبتي لما أكثرت علي من الحزن حتى ابيضت عيناك؟ ألم تكن تعلم يا أبتاه أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة؟ فلم الحزن؟ لما الحزن يا يعقوب وأنت تعلم أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة؟ قال يعقوب: يا بني والله ما كنت أبكي على الفراق، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. يا بني، يا بني ما كنت أبكي من الفراق، ما كنت أبكي من الفراق، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام، أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة.